احنا هلقيت بنعاني من نقص في الغذاء وفي الادويه و والحرمات وفرشات وعندنا نقص كامل تماما يعني احنا لم لاقيين اكل ولا ملاقيين شرب ولا ملاقيين اي شيء وغير الشتاء والسقعة اللي احنا فيها انا علشان اريح حالي اخلي اولادي يدفوا ببعثهم في الإجسام جوا جوا يناموا احنا هلقيت يعني الوضع عنا على الاخر جفاف لا في لا في خضره ولا في معلبات والملح باختصار الملح مش ملاقيينها هان كان الوضع صعب سيء على الاخر Thanks for watching stay updated about breaking news and top stories on the NBC News app or follow us on social media